الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك في هذه الايه نقاط النقطه الاولى الحسنة والسيئة إما هما تكوينيتان أو تشريعيتان. لنا حسنة تكوينية وسيئة تكوينية، لنا حسنة تشريعية وسيئة تشريعية. أما التشريعيتان: ما يرتبطان بالأعمال التشريعية للإنسان. الله عز وجل يأمر بكل حسنة تشريعية هذا الأمر قد يكون أمرا اقتضائيا أو أمرا لا اقتضائيا يعني أمر قد يكون واجب إن كانت الحسنة ملزمة وأمر قد يكون مستحب إن كانت الحسنة مو في تلك الدرجة من الإلزام يقال لها لا اقتضائي كذلك في السيئة التشريعية السيئة التشريعية قد تكون الزامية اللي الله ينهى عنها نهي حرمة وقد تكون سيئة لا الزامية نهي كراهة عندما شيء يكون مكروه يعني هذا سيء ولكن مو بحد الحرمة الحسنة والسيئة قد تكونان تكوينيتين او تشريعيتين الكلام الله عز وجل يامر بكل خير تكويني، إن الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه حسنات تشريعية، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه سيئات تشريعية. أما الكلام في الحسنة والسيئة التكوينية، الحسنة من الله، يعني كل خير كل نجاح كل سرور كل فرح هذا من الله وكل شر وكل مصيبة وكل مشكلة وكل عويصة فمن نفسك نظام التشاؤم موجود وإن يصبهم سيئة يقول هذه من عندك أنبياء بني إسرائيل كانوا يأتون ينصحون الناس فلا ينتصحون، ما يسمعون لكلامهم، فياتي عليهم العذاب. تشوف جناتهم تؤول إلى خراب، بيوتهم تخرب، قراهم ينزل عليها العذاب. فكانوا يقولون هذه من عندك، يعني أنت النبي شؤم شؤم بمجيئك نزل العذاب، ماكو هكذا. وإن تصبهم سيئة وإن تصبك سيئة فمن نفسك. بفعل الإنسان. مو من آثار الآخرين هؤلاء لم ينتصحوا بأمر رسول الله في أنبياء بني إسرائيل فماذا كان ينزل عليهم العذاب مثل أنت عندك طفل تنصحه ادرس أيام الامتحان ما يدرس بعد ذلك يفشل في الامتحان يجي يقول أنت المقصر لا أنا نصحتك أنت اللي ما انتصحت فما نظام الشؤم أنه شخص أتى وهو مشؤوم فنزلت العذاب نزل العذاب نزل البلاء بسببه لا وانما السيئه والمصيبه من صنع الانسان نفسه هذه النقطه النقطه الاخرى نظام التكامل في الكون يقتضي وجود الخير والشر حتى الانسان بحسن اختياره يرتقي سلم السعاده وبسوء اختياره ينزل الى حضيض النار والشقاء هذا نظام التكامل مشاكل موجوده هذا نظام التكامل في البشر ما نقدر نقول النار هي تنفع الانسان للطابخ تنفع الانسان للتدفئه خصوصا ولكن هذه النار نفسها ايضا تحرق البيوت وتحرق الزرع وقد توجب قتل الانسان اذا قلنا بان النار عليها ان تكون دائما في المصلحه يعني ان تكون معصومه ان تكون لها العصمه ما يصير هنا الدنيا مو الجنه الجنه ما هو ماكو فيها حزن لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هناك الجنه الدنيا نظام التكامل ترتبط بعمل الانسان نفسه فهو الذي يختار الخير أو الشر يختار الحسن أو السيء النقطة الثالثة بالنسبة للاستفادة من هذه الآية المباركة أنه الله عز وجل هو الذي يبادر بإعطاء النعمة يعني الله ينعم بعد ذلك ينتظر الجواب من العبد يعني الله يتفضل بالنعمة فينتظر الجواب من العبد، العبد إن شكر النعمه يزيدها، إن كفر بالنعمه يأخذها ويسلبها من، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرضه لا أنعمنا هو اللي يعرض، هو الذي يعرض فيسبب البلاء الإلهي عليه، آيات متعدده تتكلم بأن الله يتفضل على البشر وهم الذين بسوء اختيارهم يبتعدون عن الشباب الصحة نعمة الإيمان هذه كلها نعم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك إلى آخر الرواية نعمتان مجهولتان الصحة والأمان هذه نعم من الله أعطاها لنا كيف استفدنا من هذه النعمة في طريق الخير أو في طريق الشر الله إذا رأى أن الإنسان يستفيد من النعمة في طريق الشر يعني يهمل النعمة في الواقع يسلبها منه كما سلب النعمة من المسلمين الأوائل بأخذ رسول الله وسلب نعمة الحقيقة أن ينعموا بالأمان وبالعيش في بعد رسول الله عندما أعرضوا والتجأوا الأول والثانية والثالث لذلك فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة وأزكى السلام تقول وأبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم يعني عندما ابتعدت عن النعمة الإلهية هذا النتيجة هذه النتيجة صحيح يمكن بعض الأحيان الإنسان لازم يضحي بما عنده في سبيل الدين في سبيل القيم ولكن إن لم يضح بما عنده النتيجة تكون أسوأ أصحاب الحسين سلام الله عليه ضحوا بأنفسهم في سبيل أبي عبد الله الحسين وفي سبيل الله ففازوا بخير الدنيا والآخرة مشكلة واحد قد يخسر أمواله قد يخسر صحته في سبيل التمسك بمذهبه وفي سبيل أن يساعد الاخرين المظلومين. يمكن يخسر اموال، صحه، قد يخسر اقرباء، اولاده، قد يخسر نفسه عندما يذهب للجهاد في سبيل الله. ولكن هذا اصعب ام ابشروا بسيف صارم. مئات السنين من الظلم والقهر في الدوله الامويه والدوله العباسيه. عندما ابتعدوا عن اهل البيت خلاص. كان ياتي والي معاوية يأخذ الخراج ويأخذ الخراج لا يبقي شيئاً. هذا معاوية اللي اختار الناس هم اختاروا. بسوء فعلهم. أو أمير المؤمنين اللي هو ما كان يأخذ من بيت المال ويوزع جميع ما في بيت المال الآخرين حصته كحصتهم بل حتى ينفق حصته. الله يسلب النعمة أعطاهم نعمة الإمام فسلبها. 11 امام مع الرسول الاعظم ومع فاطمه الزهراء عليهم افضل الصلاه وازكى السلام، الله اعطاها للمسلمين. لم يهتموا فالله سلب النعمه، بعد ماكو امام حاضر بالمعنى الذي يمكن ان نتصل به مباشره. وان اصابك مصيبه سيئه وان اصابتك سيئه فمن نفسك بفعل الانسان نفسه. النقطه الاخرى في هذه الآيه المباركه. أن الله عز وجل بعد نظام التكامل في الكون ونظام الأسباب والمسببات يقول بأن الحسن من الله يعني الإنسان هو بفعله بصنعة ما متفضل أصلا لو يعبد الإنسان ألف سنة لم يؤدي حق نعمة من نعم الله فلا يقول واحد يأتي مثل قارون أنه هذه أموالي أنا التي استفدتها، لا كل الخيرات من الله أن يرضى الإنسان أن يعرف الإنسان أنه عبد لله وفر له هذا الخير العظيم والجسيم. ماكو شيء من الإنسان نفسه، أي خير ماكو فلنعرف إذا الله أعطى لشخص العلم لا يتصور أنه بجهده، صحيح الجهد سبب يعني واحد إذا ما يروح للجامعة أو ما يروح للحوزة وما يدرس اذا واحد لا يروح للعمل ولا يعمل ما تحصل الاموال وما يحصل العلم له هو الذي يتخذ الاسباب ولكن اللطف من الله عز وجل فالله اذا تفضل على الانسان بالعلم عليه ان ينشر العلم اذا تفضل على الانسان بالمال عليه ان ينشر المال هذه الاموال عاريه كما ان ارواحنا عاريه الله اعطاها لابداننا وبعد فتره يسلبها من ابداننا الحسنة من الله كل حسنة وكل خير من الله قضية عقائدية وكل سيئة وكل مصيبة بفعل الإنسان نفسه نأتي بعد الاستفادة من هذه الآية المباركة إلى قضية البقيع ونحن في هذه الأيام نعيش ذكرى هدم قبور الأئمة البقيع الغرقد عليهم افضل الصلاه والسلام السلام هذه مصيبه وهذه سيئه ولكن من الذي صنعها فمن نفسك ما نلقي اللوم على الاخرين الله عز وجل في هذه الايه يقول الاستخلاف في الارض هذه الايه مصداقها الاتم هو الامام الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف ولكن قبل الامام الحجه ايضا يمكن استخلاف المسلمين في الارض كما استخلفهم قبل رسول الله قبل نزول هذه الايه ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبله الذين كانوا سابقا جعلهم الله خليفه وخلفاء في الارض كيف يمكن الاستخلاف في الارض؟ الاستخلاف في الارض يعني اخذ زمام الارض من الناحيه الثقافيه من الناحية الاقتصادية، من الناحية العسكرية، من الناحية العقدية العقائدية هل المسلمون هكذا الله استخلفهم في الارض الان؟ لا لم يستخلفهم في الارض، لماذا؟ فمن نفسك نرجع الى الايه نفسها هم الذين لم يريدوا الاستخلاف، يمكن واحد يقول انا اريد انجح واصير معلم او اكون استاذ جامعي او اصير تاجر كبير، بعدين ما يهتم هذا كاذب في هذا القول الصادق من يتخذ المقدمات ماكو استخلاف في الارض قضيه البقيع وهذه المصيبه وهذه السيئه التي حلت بنا نحن المسلمين ترتبط بنا لم نفكر في امر البقيع حقيقه لم نهتم يعني الانسان باليوم ثمان ساعات يشتغل او يدرس هل يفكر بالاسبوع ساعه في البقيع؟ ما الذي يقدمه للأمة في البقية إذا واحد بيته مهدم والبلدية تمنع بناء بيته شنو اللي يصنع يترك يقول إنا لله أو يروح ويحاول ويشوف وسائط ويتكلم ويضغط وكل يوم يروح على باب البلدية البيوت الأخرى مبنية ليش بيتي ما تعطوا إجازة بناء يهتم إذا قبر أحد أقربائه مهدم في مقبرة عامرة يروح يهتم في أخذ حجرا للقبر ولكن الائمه الاطهار عليهم افضل الصلاه وازكى السلام في البقيع والاولياء والصالحين المدفونين في البقيع الغرقد هكذا نتركهم 91 سنه الان اذا كل رجل مسلم، كل رجل غيور، كل رجل شيعي محب لاهل البيت اهتم في قضيه البقيع امراه ترتبط الضغط ياثر للضغط تأثير بالغ وكبير امرأة ترتبط بإحدى المنظمات الإلحادية مرة في أحد البلاد الإسلامية كانت جاية سائحة إلى أحد البلاد الإسلامية فدت تصور في منطقة محظورة إيه منطقة عسكرية ثكنة عسكرية أو شيء محظورة وموجودة الاعلانات التي تمنع التصوير في هذه المنطقه هذه المراه تتصور في هذه المنطقه منطقه محظوره ما تهتم للنهي عن التصوير ياتيها ضابط هذا الضابط يمنعها عن التصوير فتخالفه ايضا يعني تقوم تصور ايضا فالضابط يصفعها هذه القضيه حديثه يعني المراه اخطات مره بالتصوير في هذه المنطقه المحظوره واخطات مره ثانيه وناقضت القانون في عدم استماعها لنهي الضابط الضابط صفاحة خب هذه المرأة كانت تنتمي إلى منظمة إلحادية ما أسميها ذهبت وهذه المنظمة عملت وضغطت وضغطت دوليا إعلاميا على قضية باطلة المرأة مقصرة ما لازم تصور في منطقة محظورة مع نهي الضابط صحيح الضابط أخطأ المفروض لا يصفعها يأخذها للمخفر مثلا فضغطوا هذه المنظمة ضغطت وضغطت إلى أن عزلوا ذلك الضابط خلاص صرحوا طلعوا من سلكة وبعد ذلك رئيس الجمهورية في ذلك البلد الإسلامي اعتذر من هذه المرأة وين عمل المسلمين؟ سيد هندي في سوريا هذا شاف انه يحمل رايه البقيع يعمل للبقيع شنو يسوي؟ هسه واحد يمكن يفكر انا شنو يسوي؟ شنو يجي مني؟ ما الذي اقدمه لاهل البيت سلام الله عليهم؟ اقلا ان اجتماع يصير اسبوعي فد خمسه عشره شباب يجتمعون كبار يجتمعون رجال دين يجتمعون يقعدون ما الذي نقدمه للبقيع؟ يمكن ان نؤسس منظمه عالميه للدفاع عن البقيع والمراقد المقدسه. يمكن هذا يجي منا، يمكن ما يجي منا. امر اخر نحيي امر البقيع دائما في مناسباتنا في الانترنت رسائل الضغط مثلا ايش اللي يمكن؟ واحد يقول اول العمل اخر الفكر. يعني مجموعه يجلسون يفكرون يصلون الى نتيجه فيبداون الخطوه الاولى من العمل. يمكن يعني واحد لا يفكر انه هذه القضيه ملقاة على عاتق السياسيين وملقاة على عاتق العلماء فحسب. ليش هكذا تفكير؟ هذا تفكير باطل. كل هذه المراه تنتمي الى منظمه الحاديه فيقيمون الدنيا ولا يقعدوها حتى يعتذر رئيس الجمهوريه. يعني واحد مأيس من قضية البقيع خلاص نترك الأمور للسياسيين وللعلماء لا أي واحد يمكن يجي منه هذا السيد الهندي في سوريا والتقينا به قبل فترة و... ارتحل إلى رحمة الله أيضا قبل فترة رحمه الله هذا شاف ما الذي يأتي منه أن يقدم للبقيع قال أكتب رسالة للحاكم السعودي وللحاكم السوري اطالبهم بقضيه البقيع وبناء قضيه البقيع، وهذه قضيه مدانه دوليا يعني قضيه تخريب قبور الائمه في البقيع. مجموعه شيعه يسموهم اقليه شيعيه في الحجاز هذا معبد من معابدهم وهذا صرح من صروحهم العقديه، هاي قضيه مدانه دوليا مو انه قضيه مو مدانه دوليا. ويبقون قبر رسول الله صلى الله عليه واله ويهدمون باقي القبور، شنو هذا التناقض في طريقتهم طبعا هم ارادوا تخريب قبر الرسول الله لولا التهديد الحاصل من بعض الدول الاسلاميه بشن حرب على السعوديين لولا ذاك التهديد ايضا كانوا يخربون قبر الرسول بالنتيجه ابقيت قبر رسول الله لمصلحه باقي قبور الائمه ايضا يمكن اعاده بنائها اذا صارت مصلحه اذا صار شخص تعرفونه من المعارضة السعودية طبعا من العائلة نفسها في لندن هذا يضغط على الحكومة السعودية في قضايا أخرى لا ترتبط بالقضايا الدينية وهو هم قد يكون وخابي أصلا عقد يمامة هذا العقد سبعين مليار دولار سبعين مليار جنيه استرليني بين السعودية وبريطانيا الحكومة البريطانية هددت بإلغاء هذا العقد شخص واحد في لندن يضغط على الحكومه البريطانيه في سبيل قضايا ترتبط بسبب مصالحه او مصالح بعض من يعتقد، ضغط للحكومه على الحكومه السعوديه. هذا يؤثر شخص واحد رافع رايه عنده موقع وعنده همه وكذا يفضح كثير من قضايا ال سعود. هذا الرجل السيد الهندي كتب رسالة إلى الحاكم السعودي وإلى الحاكم السوري في اليوم الثاني هو ما يدري رسالته وصلت ما وصلت توصل ما توصل كتب رسالة ثانية للحاكمين أيضا في اليوم الثالث كتب رسالة في اليوم الرابع كتب مو سنة مو سنة عشرين سنة أو أربعين سنة الشك مني كل يوم يكتب رسالة إلى الحاكم السوري وإلى الحاكم السعودي هذا يجي منه اذا حقيقه خمسين الف شيعي في ما ادري 500 مليون شيعي مليار شيعي الشيعة مع الاسماعيليه اللي يعتقدون الامام الصادق ايضا مع الزيديه اللي يعتقدون بالامام علي بن الحسين اللي ايضا مدفون في بقيع الغرقت كل الشيعة حدود المليار الاماميه الاثنا عشريه وباقي الطوائف الشيعيه خمسين ألف شيعي كل يوم يكتبون رسالة بالإنترنت للمنظمات العالمية للشخصيات والساسة السعوديين الدول الأخرى هذا ما يأثر قطعا يأثر مجلة في أختم الكلام بهذه القضية وما أصابك من سيئة فمن نفسك إحنا مقصرين إحنا مقصرين مو أنهم الاخرين ما يدافعون عن حقوقنا اذا احنا اهملنا حقوقنا يعني. مجله في ديترويد او في لوس انجلوس احد الاقرباء من هناك كان ينقل دائما هذه المجله في كل اسبوع تتكلم ضد المسلمين وفق اليهود كل اسبوع فاحد المشايخ العلماء في تلك المنطقه راسل مع رئيس المجلة أنه تشبيك عندك موقف ضد المسلمين فهو أجاب قال إحنا هذه المجلة محايدة إحنا لا يهوديين ولا مسلمين إحنا مجلة نريد نبيع أعداد هذا الهدف القضية المالية كتبنا عن المسلمين في مدح المسلمين لم تأتنا رسالة شكر واحدة إيش قال على المسلمين في أمريكا أربعة ملايين عشر ملايين ما أدري هسه النسبة مو في بالي يمكن عشر ملايين يقول رساله ما اجتنا في عدد اخر كتبنا ضد اليهود الاف الرسائل وصلتنا انه هذه المجله كيف تكتب ضد اليهود؟ الاف الرسائل فيقول احنا شفنا القراء من اليهود مو من المسلمين او ان المه... ليش؟ لان اليهود عندهم هناك لوبيات ضاغطه فحتى يلاحظون الاعلام المسلمين أبعدهم بعض الامور ولكن صغيره مو بالمستوى المطلوب فيقول طبعا احنا ندور على القاري واللي يشتري المجله فنتكلم بنفع اليهود ونتكلم ضد المسلمين وفي كل عدد تاتينا الاف الرسائل شوفوا الضغط الى دور الضغوط الدبلوماسيه الضغوط الدوليه لها دور مو ذلك الرجل بن جبرين كان راح الى المانيا للعلاج. هناك شاب شاب كانما عراقي رفع دعوه قضائيه، قال هذا ممن يدعو الى الارهاب ويدعو لقتل الشيعه هذا الرجل لانه كان عنده فتوى بقتل الشيعه. فالقضاء الالماني تواصل مع السفاره السعوديه انه هذا بن جبريل رج... الحكومه الالمانيه خبرت السفير انه هذا بن جبريل رجعوه. وإلا لو القضاء أصدر أمر بإلقاء القبض عليه خلاص علاقاتنا تخرب القضاء مستقل فرأسا طائرة طبية كاملة بعثوها من السعودية أخذوا من جبريل قبل ما القضاء يصدر الحكم فبعدين الداعية التكفيري يفكر أنه لو يصدر فت قضية ضد الشيعة بعد ما يقدر يروح إلى أوروبا. يحتاط صار ضغط. هذا شاب عراقي محامي في المانيا فيمكن للانسان ان يقدم شيء لاهل البيت ويمكن ان لا يهمل. يهمل فهذا الاهمال يسبب ماذا؟ 91 سنه من هدم قبور الائمه في البقيه، طبعا مو الكل مهملين، البعض اقدموا ولكن اليد الواحده لا تصفق، المرحوم الشهيد العام سيد حسن الشيرازي رحمه الله رحمه الله ورحم الله الماضين منكم اهتم ووصل إلى مرحلة أنه أخذ من الملك في وقته الإذن بإعادة بناء قبور الأئمة في البقية رجل دين اهتم راح التقى بشيوخ الوهابية وبالملك نفسه أخذ الإذن ولكن بعض الجهات هسه أذكر التفصيل بعض الجهات سببت هدم ما بناه انت المشروع ما وصل هسه هو حاول وما وصل أقلن أمام الله عز وجل أدى المسؤولية أنا حاولت لم أتمكن مو على المرء أن يكون موفقا على المرء أن يسعى بمقدار جهده وليس عليه أن يكون موفقا أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه مرضات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام إن شاء الله إن شاء الله زيارة مقبولة ادعيه مستجابه وترجعون الى بلادكم بحوائج مقضيه ببركه الصلاه على محمد وال محمد